السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا منح وفرص كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي ممكن من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا، وكانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله يكون معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وكنا برضو أعلنا عن خدمة وهي المساعدة في التقديم ليك لأي منحة أو فرصة أنت عايزها، ممكن إنك تقدم بنفسك من خلال متابعة الفيديوهات وشرح طريقة التقديم اللي إحنا بنعرضها، أو ممكن إن إحنا نساعدك في طريقة التقديم ونعمله لك بشكل احترافي. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك وروابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم على المنحة بتاعت النهاردة. هي منحة الحكومة الأسترالية، تمام؟ وطبعا في كذا نوع من منح الحكومة الأسترالية، ولكن المنحة دي بيسموها منحة الحكومة الأسترالية البحثية، تمام؟ ده يعني الاسم الصحيح بتاعها. الدولة أستراليا، الجهة المانحة هي حكومة أستراليا وجامعة سيدني. يعني المنحة دي بتشمل جهتين، الجهة الممولة ليها هي حكومة أستراليا، والجهة اللي هيتم فيها الدراسة هي جامعة سيدني، وطبعا جامعة حكومية تعتبر من الجامعات الأولى في العالم. يعني الدول المتاح ليها التقديم، جميع الدول المتاح ليها التقديم، أي دولة تقدر تقدم للمنحة دي بكل سهولة، وكل الدول المتاح ليها التقديم. المرحلة الدراسية، المنحة دي متاحة لدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه فقط، ولكن درجة البكالوريوس غير متاح ليهم الدراسة في هذه المنحة، عشان محدش يجي يسأل ويقول درجة البكالوريوس متاحة ولا لا. لا، درجة الماجستير والدكتوراه فقط هي المتاحة في المنحة دي. التمويل بقى، تعال نتكلم عن التمويل، وصراحة التمويل خرافي جدا، وصعب انك تلاقي من الدول القوية زي استراليا والدول الاوروبية تمويل بهذا الشكل. يعني اول حاجة في التمويل ان رسوم التعليم مجانا، كل الرسوم الدراسية يعني في الجامعة بالمجان، انت هتدرس بالمجان على حساب الجامعة، هيكون في سكن جامعي مجانا، تمام؟ سكن داخل الجامعة. كمان بقى من ضمن الحاجات الكويسة راتب قدره 27,500 دولار في السنة، يعني هيكون ليك كده غير مصاريف الدراسة عليهم والسكن عليهم، كمان هيكون ليك مرتب سنويا اللي هو بيعادل 27,500 دولار في السنة، ده عشان يغطي لك مصاريفك الشخصية واحتياجاتك الشخصية. وطبعا يعني بيختلف من شخص للتاني، ممكن شخص مثلا يدخر منه لأن المبلغ ما شاء الله كبير وممكن كمان يكفي معاك، فعلى حسب يعني كل واحد بيشوفها بطريقته، ولكن مبلغ محترم وكويس جدا ويغطي لك كل التكاليف بتاعتك. كمان تأمين طبي مجانا، هتاخد التأمين الطبي بالمجان، يعني لا قدر الله لو حدث حادث أو مرض هتكون تكاليف العلاج على المنحة. في تذاكر السفر جوا كمان بتمويل 1,250 دولار، يعني تذاكر السفر هيغطيها لك بأقصى حد 1,250 دولار، وطبعا ده مبلغ كافي جدا، وبرضو 1,250 دولار تاني لتذكرة العودة بعد لما تخلص الدراسة بتاعتك. وكمان هيكون في مكافأة تصل إلى 420 دولار، دي مكافأة هتاخدها لو أنت مقدم على درجة الماجستير، وفي مكافأة تانية اللي هي 840 دولار هتاخدها برضو لو أنت مقدم على درجة الدكتوراه. كمان هيكون في تمويل للأبحاث العلمية ليك، يعني قبل التخرج طبعا بيكون في مشروع التخرج الأبحاث العلمية اللي أنت هتعملها، سواء في مثلا تخصصات علمية أو كده، فكل الأبحاث وكل التجارب اللي أنت هتعملها هتكون بتمويل من الجامعة، أي مصاريف الجامعة هتتحملها أو المنحة هتتحملها. التخصصات المتاحة في المنحة دي فيها تخصصات الصراحة يعني مميزة جدا، وكل التخصصات اللي بتقدمها جامعة سيدني متاحة في المنحة دي. جامعة سيدني فيها تخصصات الطب، فيها الهندسة، فيها الحقوق، فيها جميع أو معظم التخصصات الموجودة حول العالم، تمام؟ وهنا أنا حاطط لكم اللينك اللي انت من خلاله تقدر تلاقي التخصصات، يعني تعالى كده نبص مثلا على التخصصات الموجودة، من خلال اللينك ده تقدر تبحث على التخصص المناسب ليك. هذا هنا قائمة التخصصات، هنا ده السيرش كورس،
فتقدر تبحث من خلاله. هنا محطوط للبوست جراديويت، طبعا عشان المنحه بتشمل البوست جراديويت بس فاحنا المفروض نبحث فيها. هتلاقي هنا موجود كليه الاداب او دراسه الدكتوراه في الاداب، يعني تقدر تتنقل ما بين الصفحات دي وتلاقي جميع التخصصات. تلاقي الميديسن موجود، يعني مثلا لو كتبنا ميديسن هنا هيظهر لك الميديسن اهو، لو كتبت بيزنس، لو كتبت اكاونتنسي، كتبت اي تخصص هيظهر لك التخصص عادي من غير اي مشكله. تمام، يعني بتحاول تشوف التخصص المتاح ليك هنا. ونرجع للجزء ده لما نيجي نقدم للمنحه، لما نيجي نشوف ابلكيشن التقديم هنرجع برضو للجزء ده تاني. طيب دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن الاوراق المطلوبه للتقديم. انت حضرتك مطلوب منك ايه عشان تقدم للمنحه دي؟ اول حاجه مطلوبه منك شهاده التخرج بتاعتك، يعني لو انت مقدم لدرجه الدكتوراه لازم يكون معاك شهاده الماجستير، لو انت مقدم لدرجه الماجستير لازم يكون معاك شهاده التخرج من البكالوريوس. تمام، يبقى اخر شهاده انت حصلت عليها. كشف درجات، كشف الدرجات ده بيكون بيوضح كل المواد اللي انت درستها ودرجه كل ماده، فبتجيب كشف تفصيلي المواد اللي انت درستها في اخر مرحله دراسيه. 2 من خطابات التوصيه، مطلوب 2 خطابات توصيه. تمام، من اساتذه طبعا ليك او اصحاب عمل، ولكن بشكل كبير يفضل واحد اكاديمي، يعني يكون على الاقل فيهم واحد من استاذ جامعي كان عندك. مطلوب انك تعمل حاجه اسمها خطه بحثيه اللي هو ريسيرش بروبوزال. تمام، وهنا حط لك ستيبس كده ممكن تمشي عليها عشان تعمل الخطه البحثيه. ممكن تمشي على الستيبس دي، هتلاقي الملف ده بيحتوي عليها. فبيقول لك عشان تعمل الريسيرش بروبوزال انت محتاج تكتب باقصى حد يعني 2000 كلمه، تحط اسم الشخص اللي كان عليك في التخرج بتاعك او المشروع البروبوزال اللي انت كنت عملته في مرحله البكالوريوس او مرحله الماجستير، تكتب التايتل بتاعه بتاع مشروع التخرج، انت عملت مشروع التخرج بتاعك عن ايه بالظبط، تكتب هنا ايه المواد اللي انت استخدمتها في مشروع التخرج بتاعك في اخر مرحله دراسيه. يعني هنا يقصد بيه الريسيرش بروبوزال اللي هو مشروع التخرج اللي حضرتك عملته اثناء درجه البكالوريوس او الماجستير، فبالتالي انت بتتكلم عنه وبتذكر مين الشخص اللي كان سوبرفايزر عليك، بتذكر المواد اللي انت استخدمتها عشان تعمل البحث ده. طيب كده فهمنا يعني ايه الخطه البحثيه وازاي نعملها. مطلوب منك السي في بتاعك، تمام، تحضر سي في. نركز بقى في النقطه دي، مطلوب منك شهاده اللغه الانجليزيه. مطلوب شهاده لغه انجليزيه اللي هي ايلتس او تويفل. وبيقول لك حاجه هنا كويسه، ممكن تقدم بدونها للمنحه ولكن لن يتم قبولك في المنحه بشكل نهائي الا بعد الحصول عليها. يعني ما تقدرش تقدم في المنحه دي الا لما يكون معاك ايلتس او تويفل، او ما تقدرش تتقبل فيها الا لما يكون معاك ايلتس او تويفل. لازم يكون معاك شهاده من دول، ما ينفعش اي شهاده اخرى، وما ينفعش انك تكون درست مرحله سابقه باللغه الانجليزيه وتقول اجيب شهاده تثبت ذلك. لا، لازم ايلتس او تويفل او اي شهاده من الشهادات اللي يعني بتعتمدها الجامعه. والابلكيشن ممكن انت تقدم فيه عادي، ولكن لازم انك تعمل ميعاد معين انت يعني هتمتحن فيه الايلتس او التويفل. يعني مثلا انت قدمت الابلكيشن النهارده واخترت انك تعمل امتحان الايلتس او التويفل مثلا بعد شهرين، فعادي ممكن تقدر تقدم للمنحه، ولكن لازم انك تحصل على الشهاده قبل ما يتم قبولك النهائي في المنحه وقبل ما يتم الدراسه في المنحه. تمام، كيفيه التقديم بقى، بيتم التقديم اونلاين وفي خطوات احنا هنمشي عليها ولازم تتبعها كويس عشان تقدم بكل سهوله في المنحه دي. اخر ميعاد للتقديم، التقديم متاح في هذه المنحه طوال العام. دي طبعا يعني من المنح القليله اللي انت ممكن تلاقي التقديم مفتوح ليها طول السنه. التقديم مفتوح ليها طول السنه بمعنى انك ممكن تقدم للسمستر الاول او السمستر الثاني، يعني مثلا حاليا انت ممكن تقدم للدراسه في بدايه السمستر الجاي في 2020، تمام، اللي هو مثلا المفروض هيبدا في شهر 2 2020، ومثلا ممكن شخص تاني يقدم للدراسه في السمستر اللي هيبدا مثلا في شهر اغسطس. فكل واحد يقدر يختار هو عايز يقدم لاي سمستر ويبدا من خلاله، عشان كده التقديم متاح طول العام. انا هنا حاطط لكم لينك التقديم والابلكيشن او الموقع الرسمي للمنحه اللي فيه كل التفاصيل. تعالى كده نبص على الموقع الرسمي اللي فيه كل التفاصيل سريعا ونتعرف على كل التفاصيل اللي قلتها، هتلاقيها موجوده. تمام، ولكن الموقع شويه فيه معلومات كتيره جدا، فانت لو حابب تقرا التفاصيل يبقى لازم انك تقعد كده على رواقه وتبدا تقرا كل حاجه واحده واحده، لان الموقع فيه تفاصيل كتير. فهنا بيقول لك، في هنا بيتكلم على اسم المنحه، تمام، Australian Government Research Training Program Scholarships، تمام، فده اسم المنحه. بيقول لك انها
applications accepted all year، يعني التقديم ليها متاح طول السنة. وهنا أنواع المنح، هتلاقي كل التفاصيل مذكورة هنا، تقدر إنك تقعد كده بالراحة وتشوف وتقرأ كل التفاصيل وكل الملفات اللي موجودة. تعال بقى ننتقل دلوقتي لمرحلة التقديم، إزاي ممكن نقدم للمنحة دي. هتيجي تضغط على كلمة أبلينا أو أقدم الآن عشان يفتح معاك أبلكيشن التقديم. طيب ده أبلكيشن التقديم اللي المفروض أنت تتبع فيه الخطوات. هنا التقديم زي بالظبط كأنك بتقدم للجامعة على حسابك، يعني مفيش أبلكيشن منفصل للمنحة وأبلكيشن منفصل للجامعة، لا هو التقديم كله واحد، وإذا تم قبولك في الجامعة بيتم تحويلك مباشرة وبيتم قبولك في المنحة، تمام؟ بيتم التواصل معاك وإخبارك وبيتم القبول بتاعك في المنحة. طيب ايه الخطوات اللي انا المفروض اتبعها عشان املى هنا لجامعه سيدني او املى للمنحه على طول؟ اول حاجه مطلوب منك انك تختار الكورس اللي انت هتدرسه، تمام، اللي هو البرنامج الدراسي اللي انت عايزه. عايز طب هندسه، عايز تخصص حقوق، محاسبه، تختار التخصص اللي انت عايزه. بيقول لك حاول بعد كده الرقم 2 انك تتبع المعلومات وتفحص يعني الحاجات المطلوبه منك، اللي هي الاوراق اللي احنا كنا وضحناها هنا، دي الحاجات المطلوبه. بعد كده يقول لك بتعمل ريسيرش بروبوزال اللي احنا كنا وضحناه برضو هنا، قلنا ازاي ممكن نعمل حاجه اسمها ريسيرش بروبوزال. رابع حاجه فايند سوبرفايزر، ونركز بقى في النقطه دي عشان شويه لازم تعملها قبل كل الخطوات. يعني هنا حاطط لك دي رقم واحد، لا تحاول تبدا برقم اربعه. يعني ايه فايند سوبرفايزر؟ بيقول لك هنا قبل ما تبدا الابلكيشن بتاعك، يعني في رقم اربعه بيقول لك قبل ما تبدا الابلكيشن بتاعك الاساسي وتبدا تملى للمنحه، انت محتاج تلاقي السوبرفايزر جوه الجامعه اللي هو هيعمل معاك او يتابع معاك الدراسه بتاعتك، تمام؟ يعني انت مثلا اخترت تخصص محاسبه او اخترت تخصص مثلا اداره اعمال، فانت لازم تختار مشرف على الدرجه بتاعتك اللي موجوده، تمام، اللي هتدرسها داخل جامعه سيدني. طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ قال لك اول حاجه تتواصل مع السوبرفايزر ده وتبعت له السي في بتاعك، وتبعت له كشف الدرجات بتاعك، وتبعت له اللي هو الريسيرش بروبوزال اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. يبقى انت مطلوب انك تبعت له ثلاث حاجات وتكتب له التخصص اللي انت عايز تقدم عليه. طيب ازاي ممكن الاقي السوبرفايزر اللي انا هتواصل معاه؟ هتيجي في حاجه اسمها سيرش فور سوبرفايزرز، يبقى تيجي تضغط عليها عشان يبحث لك عن السوبرفايزر المناسب، تمام، واللي موجود في التخصص اللي انت عايز تدرسه. طيب انا دلوقتي عايز ابحث عن السوبرفايزر، هتيجي تختار هنا التخصص الاول اللي انت عايز تقدم عليه عشان يطلع لك كل المشرفين اللي في التخصص ده. فمثلا انا عايز اقدم في البيزنس سكول، يبقى اجي اختار من هنا، هتلاقي مثلا بيزنس سكول هنا، تختارها، تضغط على كلمه سيرش، تمام، هيبدأ يطلع لي كل المشرفين عن يعني تخصص إدارة الأعمال أو تخصص البيزنس أو كده. فمثلا هنا في جوليت مثلا، فكاتب لك الإيميل بتاعها موجود هنا ومديك نبذة عن البروفيسور ده أو السوبرفايزر ده، وبيقول لك أنت بقى بتختار السوبرفايزر، يعني بتقرأ عنهم وبتختار الشخص المناسب ليك واللي أنت ممكن تقدر تعمل معاه الدرجة بتاعتك، تمام؟ طيب أنت دلوقتي مثلا فليكن اخترت الشخص ده، تعمل إيه؟ تاخد الإيميل ده وتبدا تتواصل معاه وتبعت له السي في اللي احنا كنا قلنا عليه، كشف الدرجات، البروبوزال بتاعك، وتكتب له اللي انا بقدم للمنحه وبقدم للجامعه بتاعت سيدني ومحتاجك تبقى السوبرفايزر بتاعي، وهو بعد كده بيراجع طلبك وبيرد عليك بالموافقه او الرفض، تمام؟ يبقى دي الفكره كلها، انت بتختار الاول السوبرفايزر ليك. طيب انت دلوقتي اخترت السوبرفايزر ورد عليك السوبرفايزر وتم قبولك، ايه اللي المفروض تعمله بعد كده؟ طبعا دي اول خطوه، يعني ما تقدمش الابلكيشن الا لما السوبرفايزر يرد عليك الاول بالقبول او الرفض. وممكن تختار كذا سوبرفايزر، يعني ممكن تختار 2 أو 3 تقدم لهم في نفس الوقت يعني. طيب انت دلوقتي خلاص تم قبولك مع السوبرفايزر، بتعمل ايه بعد كده؟ بتروح تختار بقى الكورس او تقدم ابلكيشن المنحه. لازم تروح تقدم دلوقتي لايه؟ للمنحه بقى، تملى الابلكيشن الجامعه او المنحه. فهتروح عند حاجة اسمها في الأول بقى فايند كورس، تمام، تروح عليها هنا عشان تبدأ إن أنت تقدم للتخصص اللي أنت عايز تختاره أو تملى الأبلكيشن، تمام. أول حاجة لازم تختار التخصص، هترجع تاني مثلا فليكن أنت عايز تقدم على تخصص بيزنس، فتيجي تكتب مثلا بيزنس هنا، تمام، هيطلع لك بقى بيزنس، يعني عن الماستر، عن الدكتوراه، هيطلع لك كل حاجة، وهنا يظهر لك في السيرش مثلا، تمام، هيظهر لك كل الكورسات مثلا عن البيزنس، وانت عايز مثلا بوست جرادييت،
تمام، فهيطلع لك مثلا هنا في البوست جراديويت اللي هو في الدراسات العليا مثلا ماستر انترناشونال بيزنس، فمثلا انا عايز اختار دي، يبقى انا هيدخل على التخصص ده. تمام، لما ادخل عليه هيظهر لي بعد كده الصفحه اللي انا من خلالها هقدم للتخصص ده اللي هو الابليكيشن، هيظهر لي بالشكل ده. هنا بيديك نبذه عن التخصص، تمام، وبيقول لك التخصص ده محتاج ايه، وهيكون يعني قد ايه مده الدراسه بتاعته فيه قد ايه، وبيقول لك ممكن ان يتم التمويل على حسابك او يتم التمويل عن طريق سكولارشيبس منحه، تمام، يعني دي طرق التمويل. طيب انت دلوقتي عايز تقدم للتخصص ده، هتيجي تضغط على كلمه ابلاي، تمام، عشان يدخلك للابلكيشن اللي المفروض انت تبدا تملى فيه البيانات بتاعتك. ركز بقى معايا في النقطه دي، هنا بيقول لك هل دوميستيك ابلاي ناو ولا انترناشونال ابلاي ناو، فانت كطالب انترناشونال كطالب دولي يبقى انت المفروض تروح على الجزء ده، بس قبلها فوق هتلاقي خانه كده بتظهر لك بيقول لك اختار انت عايز تبدا اي سمستر، عايز تبدا السمستر الاول في 2020 ولا السمستر الثاني في 2020 ولا 2021 السمستر الاول ولا اي سمستر بالظبط. فمثلا انا عايز ادرس السمستر الثاني 2020، يبقى اختار الجزء ده مثلا واضغط على انترناشونال ابلاي ناو، هيدخلني للصفحه بالشكل ده. تمام، المفروض بقى ان انا اعمل اكونت جديد، هنا مطلوب مني المتقدم الرقم المتقدم وهنا مطلوب مني الباسورد. طيب انا ما عنديش الحاجات دي، انا كمستخدم جديد اعمل ايه؟ هتروح تضغط على نيو ابليكانت دي، تمام، عشان تعمل ايميل وباسورد جديد وتحط البيانات بتاعتك. يبقى انت لازم الاول تعمل مستخدم جديد، هتيجي تكتب اسمك هنا، اسم العائله، تاريخ ميلادك، الايميل بتاعك، تمام، تاكيد الايميل بتاعك، تحط يوزر نيم من عندك ويعني تحاول تحفظه عشان ده اللي هتستخدمه في الدخول بعد كده، والباسورد، وتاكد الباسورد، وبعد كده تضغط على دول على التاكيد وتعمل بروسيس. تمام، لما تنتهي من المرحله دي كده انت عملت مستخدم جديد. طيب هتستخدم بعد كده اليوزر نيم ده والباسورد ده وتاخدهم وترجع بيهم في الجزء ده، تمام، اللي هو الاي دي بتاعك والباسورد بتاعك، وبعد كده تعمل لوجن عشان تخش وتملى الابلكيشن وتكمل باقي الاجراءات. هيفتح معايا دلوقتي الابلكيشن، تمام، انا اوريدي عملت ابلكيشن يعني، فالمفروض انت اول بقى ما تكون خلاص مليت البيانات بتاعتك وعملت الابلكيشن هيظهر لك الفيو ابلكيشنز، بعد كده هتظهر لك الصفحه بالشكل ده، وهنا بيقول لك انت ممكن تختار يعني رغبتين او تخصصين، بتبدا انت بقى تشوف الرغبات بتاعتك هنا وتشوف التخصص اللي انت عايزه، تمام، والتخصص الثاني، وبعد كده بتبدا تعمل سيف وكونتينيو عشان تخش للصفحه اللي بعدها وتكمل باقي البيانات والابلكيشن والحاجات المطلوبه منك فيه. اول حاجه مطلوب البيرسونال انفورميشن، طبعا انت اوريدي كنت كاتب اسمك وكنت كاتب تاريخ ميلادك، فبيقول لك هنا باقي المعلومات لازم تتحط، زي تكمل الجندر بتاعك، زي هنا مطلوب منك بيقول لك لو انت كنت مغير اسمك يعني حط لنا وثيقه تغيير الاسم، فدي بتسيبها فاضيه. بيقول لك هنا اكتب العنوان بتاعك اللي انت موجود فيه حاليا، الدوله اللي انت موجود فيها حاليا، الشارع اللي موجود فيه، المدينه اللي موجود فيها حاليا، تمام. برضو ده بيقول لك الهوم ادرس، يعني بيقول لك لو هنا بتختار لو الهوم ادرس نفس الميل ادرس فبتضغط عليها عشان يطلع لك نفسها، تمام. بيقول لك هنا الكونتاكتس بتاعتك، التليفون بتاعك، رقم التليفون، الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه فبتحطه هنا. بيقول لك الاقامه بتاعتك الحاليه، تمام، يعني انت دلوقتي عندك اقامه في جنسيتك الاصليه ولا عندك اقامه في دوله تانية، وايه نوع الاقامه دي، فبتختار مثلا هنا بيقول لك انت اتولدت في اي دوله، بتختار الدوله اللي اتولدت فيها. هنا بيقول لك دوله الاقامه، هل هي خارج استراليا، تمام، او معاك فيزا اقامه في استراليا، او انت شخص استرالي او نيوزيلندي، فمثلا بتقول اذر، وبيقول لك بقى لو قلت اذر اختار الدوله اللي انت جنسيتك منها. وهنا مطلوب منك الوثائق، يعني الباسبور، صوره الباسبور بتاعك او صوره الهويه بتاعتك، تمام، او لو عندك مثلا اقامه في دوله تانية ومعاك كارت اقامه او يعني فيزا الاقامه فبتحطها برضو هنا، بس هنا مش الزامي انك تحط الوثائق دي يعني دلوقتي، تمام، فعادي لو انت مش معاك الوثائق دي حاليا ممكن تعمل سكيب ليها. طيب هنا بيقول لك هل انت بتقدم للجامعه عن طريق وكيل معين او شخص معين، فبتقول انه مثلا بيقول لك هل انت طالب حاليا دلوقتي في الجامعه، بتقول انه مثلا يعني بتحط على دول نو، هل انت مسجل حاليا في الجامعه او مثلا كنت مسجل فيها قبل كده،
فبتحط نو على كل دول، تمام؟ بعد كده بتعمل سيف وكونتينيو عشان تخش المرحله اللي بعدها. في المرحله دي بيقول لك هنا بيسالك على السكولار شيبس، وهنا السكولار شيبس اللي بيسالك عليها مش اللي انت لسه عايز تاخدها، لا اللي انت خدتها قبل كده. بيقول لك هل انت خدت منحه قبل كده؟ فمثلا لو انت ما خدتش منحه قبل كده بتقول نو. بيقول لك هل مليت لمنحه قبل كده ولسه مستني مثلا النتيجه بتاعتها؟ فلو انت مش مقدم لمنحه حاليا دلوقتي بتختار نو. بيقول لك لو انت اتقبلت في منحه سابقا او مثلا جالك خطاب قبول من منحه لسه فبتحط الدليل، لو ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي. تعمل سيف وكونتينيو للمرحله اللي بعدها بعد لما بتخلص دي، تمام؟ وفي المرحله دي بيتكلم عن اللغه الانجليزيه بتاعتك، وبيقول لك ان اول حاجه بيسالك هل الانجليزي يعني لغتك الاولى، هل انت من شخص مثلا من دوله اجنبيه او كده، فمثلا بتقول نو. فبيقول لك لو انت مش من دوله اجنبيه ولغتك الاولى هي اللغه الانجليزيه يبقى لازم يكون معاك الامتحان، فبيقول لك هل انت معاك الامتحان، فبتقول له نو مثلا. لو انت الامتحان معاك بتضغط يس. لو انت لسه هتعمل الامتحان فيظهر لك سؤال تاني بيقول لك متوقع انك تعمل الامتحان امتى وايه نوع الامتحان اللي انت عايز تعمله. طبعا هنا يعني موجود اربع امتحانات مقبوله، الايلتس، التويفل، والبي تي اي اكاديميك انجلش، وبتختار التاريخ اللي انت ناوي تعمل فيه الامتحان، تمام؟ لو انت لسه ما عملتوش. هنا بيقول لك لو عندك دليل على اللغه شهاده اللغه يعني الايلتس او التويفل بتحطه هنا، لو لسه ما عملتوش فبتسيب الجزء ده فاضي. هنا بيسالك يعني بيقول لك هل انت اترفدت من جامعه قبل كده او في كورس مثلا انت ما كملتوش او كل الكلام ده، بتضغط على نو في كله هنا، تمام؟ وهنا الوثائق المطلوبه بيقول لك يعني الدليل لو تم مثلا رفضك من كورس قبل كده بتحط الادله هنا. بيقول لك ايه اخر مرحله دراسيه حصلت عليها، تمام؟ هايست كواليفيكيشن ديتيلز، فبتختار مثلا باشلر ديجري، هاي سكول، سكندري سكول، هكذا يعني. وبيقول لك هنا اتكلم عن معلومات المدرسه الثانويه بتاعتك، المدرسه كانت فين، الدوله اللي كان فيها المدرسه بتاعتك، تمام؟ اتخرجت من المدرسه امتى. هنا بيكلمك عن المرحله الجامعيه بتاعتك، ايه اخر درجه انت حصلت عليها سواء مثلا بكالوريوس، ماجستير، فبتتكلم عن اخر مرحله دراسيه جامعيه انت حصلت عليها. ولو لسه حاليا بتدرس تكتب التاريخ اللي انت متوقع فيه التخرج، تمام؟ طيب وهنا بقى بيتكلم عن الاوراق بتاعتك، بيقول لك حط لنا الترانسكريبت، تمام؟ اللي هو كشف الدرجات، كشف الدرجات يتحط هنا. بيتكلم هنا على شهاده التخرج تحطها هنا، ولو معاك الشهاده باللغه العربيه تحطها، وكشف الدرجات باللغه العربيه تحطها. وهنا في الجزء الثالث هنا بيقول لك الشهاده او كشف الدرجات ولكن يكون مترجم للغه الانجليزيه، يعني انت لازم تحط لهم الاصليه باللغه الاصليه بتاعتك او اللغه الام بتاعتك، وهنا الشهادات مترجمه، تمام؟ بس باقي الحاجات دي يعني حاجات اضافيه. بيقول لك يعني لو انت عندك خطاب توصيه من مؤسسه معينه او كده فبتحطه من المؤسسه اللي انت درست فيها. هنا بيقول لك لو عندك اي شهادات اضافيه او كورسات انت خدتها او جوائز بتكتب الوصف بتاعها هنا، ولو عندك ادله على على الموضوع ده او الجوائز اللي انت خدتها او شهادات بترفق صوره من الشهادات دي هنا. بعد كده بتعمل سيف وكونتينيو بتخش على المرحله اللي بعدها، تمام؟ في المرحلة دي ديكلاريشن اللي هو خلاص بقى اللي انت بتأكد على كل البيانات وكل المعلومات اللي انت كتبتها وكل الملفات اللي انت وضعتها، وبتضغط على المربع ده وبعد كده بتعمل سبميت. لما بتعمل سبميت كده انت قدمت للجامعة، تمام؟ وبتنتظر منهم الرد في خلال اعتقد شهر ونص يعني على الاكتر، بيردوا عليك بالموافقة او الرفض، تمام؟ يبقى احنا كده نرجع تاني ونتكلم ان الابليكيشن، تمام؟ خطوات التقديم للمنحة دي خطواتها بسيطة جدا. أول حاجة لازم إنك تلاقي سوبرفايزر ليك، أول حاجة السوبرفايزر لازم تلاقيه اللي هو زي ما كنا حددنا الخطوات، تمام؟ فايند سوبرفايزر. وبعد كده بتبدأ إنك تلاقي تشوز يور كورس، بعد كده بتبدأ تلاقي الكورس اللي أنت عايز تدرس فيه. الموضوع بسيط جدا. وفي حاجة كمان لازم تكون فاهمها كويس، ان في رسوم لابلكيشن التقديم في المنحه دي. بيقول لك ان في رسوم 125 دولار استرالي، تمام؟ بيتم دفعهم غير قابلين للاسترداد في حاله القبول او الرفض، يعني لازم تكون المعلومه دي عندك ان في رسوم لابلكيشن التقديم. وعشان تبقى فاهم ان معظم الجامعات القويه زي جامعه سيدني او المنح القويه زي المنح الحكوميه بتحتاج ابلكيشن تقديم عشان تعرف الناس الجديه من الناس اللي مثلا ممكن واحد يقدم ما يكونش مهتم بالمنحه
فهنا بيتم معرفة الناس الجديين في التقديم للمنحة دي. تمام كده، يبقى انا شرحت كل التفاصيل الخاصة بالمنحة دي. طبعا هي تفاصيلها كتيرة شوية ويعني بتحتاج تعمق اكتر، لذلك اقرأ عنها اكتر واكتر كمان، وحاول انك ترتب كل امورك وترتب كل الاوراق بتاعتك، وان شاء الله بإذن الله بالتوفيق وتكونوا مقبولين فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.